راح نكمل معاكم الهوموفونز. طبعا الهوموفونز اللي هي الكلمات، طبعا هذا علم واسع بيختص في انه كلمات بتشترك في اللفظ نفسه لكن بتختلف في المعنى. اذا هو باللغة العربية اسمه الجناس، باللغة العربية اسمه الجناس، انه كلمتين بيشتركوا بنفس اللفظ لكن بيختلفوا بالمعنى. طبعا مش بس كلمتين، يعني لو اجينا هون شفنا نلاحظ there there there. هلا there الاولى اللي هي there is او there are. there is او there are طبعا حسب الكلمة اللي بتكون بعد بعد there is او there are. اذا كانت مفرد بستخدم there is، وإذا كانت جمع بستخدم there are، إذا كانت جمع بستخدم there are. يعني هنالك الكثير، عدد معين كثير أو واحد، حسب الكلمة. إذا كانت بتدل على مفرد بستخدم لها there is، وإذا كانت بتدل على جمع بستخدم لها there are. بينما there تانية، هاي الشورت فورم من they are. they are اللي هم هم يعني هون الفاعل وهذا الفعل المساعد. مثلا ممكن اقول they are children, they are good students, there are some animals. اذا هي short form من they are. تمام. هلا الكلمة الثالثة اللي هي there، وهاي لل possession اللي هي للملكية، الثالثة اللي هي للملكية. ممكن أقول their clothes ملابسهم، their cousins أولاد عمهم، their mom أمهم. إذا their بتعود إيش للملكية، their بتعود للملكية. هلأ في عنا تمرين حاطين الهوموفونز من their، بدنا نحاول إن نستخدم there في ونعبيها بالفراغ حسب المعنى. The right the family are going to Australia، العائلة سوف تذهب إلى أستراليا. Look there and clothes and special toys. إذن sorry there are six suitcases، يوجد ست حقائب سفر. Max and Holly have a suitcase each for their clothes and special toys. إذا واحدة من الحقائب من أجل ملابسهم وألعابهم. إذا هون الكلوذز وسبيشال تويز وألعابهم الخاصة. إذا كانت عندنا their اللي هي الملكية، their clothes ملابسهم. هلا هون لاحظوا انه عندي في الستوب نقطة. هلا عندي بداية جملة a bit nervous about living in Australia، يعني كانوا قليل متوترين او قليلا من العيش في استراليا. اذا ايش راح نقول؟ هم they are يعني a bit nervous about living in Australia because everything will be so new and different، لأنه كل إشي راح يكون جديد ومختلف. but very happy too، لكنهم أيضا كانوا سعداء. إذن but they're اللي هي short form من they are. very happy too because cousins أولاد عمهم. إذن because their cousins will help will help them together. they will have lots of fun، راح يقضوا وقت جميل مع بعض. اذا لاحظوا انه their للملكية استخدمناها لما كانت الجملة بتحكي عن اشي لإلهم يعود إلهم، بينما their اللي هي بداية الجمل، يعني they are بداية الجملة.
وإذا لاحظنا إنه بيحكوا عن الأشخاص، فعشان هيك استخدمنا they are. they are short form منها there، short form من they are there بهذا الشكل. now we want to complete about the homophones. كمان لسه بدنا نكمل شرح عن الهوموفونز، vocabulary homophones. إذا بدنا نكمل عن كلمات فيها جناس، يعني كلمات بتشترك باللفظ لكن تختلف بالمعنى. look please here، see معناها يرى، و see معناها بحر. إذا هنا فعل لكن لفظها نفس الاسم اللي معناته بحر. إذا اشتركوا في اللفظ لكن اختلفوا في المعنى وفي نوع الكلام، اختلفوا في نوع الكلام. يعني هون عندي سي فيرب بينما سي الثانية ناون،